صوفي طفلة اللي أصيبت بضرر دماغي كامل نتيجة سلسلة من الأخطاء الطبية، قضيتها اليوم أمام المحكمة، فيما هي عم تخضع لعملية تفقد بموجبها حاسة جديدة من حواسها. صوفي على بعد 200-300 متر بمستشفى أوتيل ديو عم تخضع لعملية جراحية لتصير تاكل بواسطة أنبوب. هيدي العملية مش لتصحيح النتائج الأخطاء الطبية، هي لمعالجة المضاعفات اللي صارت. صعب كتير تكون بنتك بالمستشفى عم تعمل عملية وانت بالمحكمة، بس هيدا أقل شي فينا نعمل. انتصرت العدالة لصوفي، حيث ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حميدي على المستشفى حيث أجريت العملية وكل الأطباء اللي تدخلوا فيها بسبب ارتكاب أخطاء طبية تسببت بالضرر الدماغي للطفل صوفي مشلب، وأحال إلى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت. في دعوة شكوى أولى أمام النيابة العامة الاستئنافية ببيروت عم ينظر فيها الرئيس زاهر حمادي، وفي شكوى تانية أمام قاضي التحقيق بجبل لبنان الرئيس حنا بريدي، وفي دعوة أمام الغرفة اللي بيرأسها الرئيس أيمن عويدي. نحن عنا يعني ملء الثقة بالقضاء اللبناني، والقضاة اللي ذكرناهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. نتمنى إنه يتم البت بجميع القضايا والدعاوى بأقصى سرعة ممكنة حتى ما تكون العدالة يعني متأخرة بهالموضوع. هيدي كانت آخر وجبة لصوفي قبل ما تدخل إلى العملية اللي رح تحول الغذاء مباشرة لجهاز الهضمي، عملية جديدة لطفلة بلشت مصيبتها كبيرة وعلى عكس المصايب رح تكبر وتكبر مع الوقت. هالعذاب اللي تعذبناه ورح نتعذبه، كنا نلاقي إنه السلطات المخولة تعالج هيك المواضيع تقوم بواجباتها. كنت بتأمل أنا نائبة الأطباء تعمل واجباتها، تاخد عقوبات مسلكية، ما نضطر نجي اليوم نحن نستأنف وبروسس طويل عريض كرمال ناخد عقوبات مسلكية. كنت بتمنى من وزارة الصحة بدل سنة ونص تحقيقات لتدعي، بس تطلب حالة الملف عن النيابة العامة، تطلب النيابة العامة الإدعاء، يا ريت هي قامت بواجباتها وأخذت التدابير الإدارية. أنا على ثقة القضاء رح ياخد حق صوفي، بس العدالة شو بتجيب لي؟ ما بترد جزء صغير من العذاب اللي عم تمرق فيه صوفي أما اللي عم نمرق فيه نحن. أتليست بكون اللي عم نعمله هلأ كرمال صوفي وكرمال كل ولد مثل صوفي لما تتكرر هالأخطاء، ولكل واحد يعرف إنه في محاسبة، ولو شو ما ضغطوا وقد ما يضغطوا وشو ما كانت المراجع الروحية وهو كلهم اللي وراه، ما في حدا فوق القانون. Thank you.